الاستقالات ما زالت تتوالى في الوحدة أو الابتعاد على الأقل. لطفي البنزرتي مدرب الفريق التونسي الذي بالكاد قدم وبالكاد حط رحاله في مكة المكرمة، تقدم بالأمس باعتذار لإدارة نادي الوحدة عن الاستمرار مع الفريق بعد أن دربهم أعتقد مباراتين في الدوري، وقبلت إدارة نادي الوحدة اعتذار المدرب وذلك بسبب القرارات الأخيرة التي صدرت من لجنة الانضباط. وغادر البنزرتي لبلاده في وقت مبكر من صباح اليوم وأبدى حزنه الشديد على حال اللاعبين بعد أن ظهر عليهم التأثر الكبير، متسائلا كيف يستطيع اللاعبين خوض بقية مباريات كأس الأبطال. وأضاف: قبلت في بادئ الأمر بالاستمرار على أمل أن أحقق نتائج جيدة في ظل ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد ضمانهم البقاء في دوري زين، إلا أنني أشعر بحزن عميق بعد أن شاهدت اللاعبين في تدريبات أمس الأول وهم محبطين بعد صدور قرار لجنة الانضباط، فقررت الاعتذار من رئيس النادي عن الاستمرار والسماح لي بالرحيل متمنيا من الله زوال هذه الأزمة سريعا. من جهتها أسندت الإدارة مهمة التدريب لمدرب الفريق الأولمبي المصري الكابتن بشير عبد الصمد.